متتبعي موقع اليوم 24، مرحبا بكم في هذا البث الجديد. اليوم الجمعة بعد مرور أسبوع على الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز ونواحيها. معنا مباشرة من منطقة الزلزال في الحوز مراسلنا حمزة متاقي. حمزة، كيف حالك؟ مرحبا مرحبا عبد الحق. احنا حمزه قبل ما نبداو، بغيت نسولك على كيف استقبلت الساكنه المتضرره في المنطقه بلاغ الديوان الملكي امس اللي اعلن على تعويضات للساكنه 30 الف درهم لكل اسره واعاده بناء واعطاء الاولويه للايواء. كيفاش كان رد الفعل في هاد بوسط الساكنه المتضرره؟ واحنا بعد 7 ايام من زلزال الحوز، صراحه الوقع واثار البلاغ تلقاو الناس بفرح ابتسامه اطمئنان. عديد من الشهادات عديد من الاسر اللي خبرناهم احنا بان القرار، خصوصا ان كنا ديك الساعه كناخذوا استجوابات حول كيفاش يعيشوا داخل هذه المخيمات. فين كنتوا في هذيك اللحظه اللي كان فيها البلاغ؟ فين منطقه كنتوا؟ احنا توجدنا بمنطقه اثني تبعد حوالي 70 كيلومتر على ام زمير، هي قريبه للتحنوت. كنا هو مركز اثني تعرض للهزه الزلزاليه تسببت في عدد من الوفيات وعدد من الاصابات. اذا الناس عبروا على الارتياح ديالهم بعد ما بلغهم هادشي اللي شفناه واللي استقينا من عند الناس، وانهم ما كانوش عارفين. خبرناهم ان لان كاين غادي يكونوا تعويضات للناس اللي هدمت لهم الديور ديالهم بحوالي 14 مليون، الناس اللي تشقوا لهم المنازل ديالهم غادي تكون ب 8 مليون. الناس عبروا على الارتياح ديالهم والاطمئنان، وان هذه بادره جميله وجيده غادي ترجع الحياه لهم، رغم ان كاين اللي فقد الاسر ديالو ولا فقد الاهالي ديالو والاقارب ديالو، ولكن هذه بادره خلتهم يرتاحوا ويبداو يفكروا في حياه جديده. حمزه الا سمحتي، واش بدات شي بوادر ديال تنزيل يعني مقتضيات او قرارات بلاغ الديوان الملكي؟ بديت لاحظتوا شي حاجه البارح او وصبيحه اليوم؟ هو اللي شفنا الامس هو ان مجموعه من اعوان السلطه او من السلطات المحليه بدات كتجمع الناس وكتخبرهم بالقرار ديال البلاغ، خصوصا ان كاين اللي ما عندوش هاتف، كاين اللي ما عندوش منين يستقل الاخبار، خصوصا ان الكهرباء ما كايناش في بعض الخيام، ما كايناش في الخيام كامله تقريبا. لذلك هاد اعوان السلطه حاولوا تيخبروا عناصر الوقايه المدنيه حتى هما تيخبروهم بان كاين هذا المستجد هذا. اللي شفنا في مركز اثني هو انه كاين تنظيم جيد لهذه المخيمات. فعلا حمزه بغيناك توصف لنا المركز ديال اثني كيفاش تتم تنظيم الايواء ديال ساكنه الدواوير التي تضررت. ممكن توصفنا بالتفصيل شنو شفتي؟ وصراحه مع وصلنا المركز الاثني كيبعد 12 كيلومتر على امليل، وكيبعد حوالي 70 كيلومتر على ام زمير، ويقرب ايضا من تحنوت. هذا المركز شفنا تنظيم زعما جيد، خيام منظمه بشكل جيد جدا. هذه المخيمات هي قريبه من المستشفى الميداني الذي تم وضعه من اجل علاج المصابين واستقبال الحالات التي ترد على هذا المستشفى. شفنا اليات ديال القوات المسلحه متواجده. حمزه، واش كتقصد بان هذا المخيم تم فيه تجميع ساكنه الدواوير التي تهدمت في جوار مركز اثني؟ تماما، هذا هو اللي شفناه. شفنا الاحياء وجميع المنازل المتضرره تم تجميع سكانها بهذا المركز هذا، يعني اكثر من تقريبا من كعدد تقريبي اكثر من 800 حتى 900 خيمه تم وضعها بشكل منظم بشكل جيد، المراحيض مكانها، خيام للاسعاف مكانها. في كل حوالي 30 خيمه تلقى خيمه للاسعاف،
مراحيض. زعما اللي شفنا هو انه اكثر تنظيما من الاماكن اللي شفنا قبل، حيت الاماكن اللي شفنا قبل سواء في امزمي سواء في تفكاز ولا في او دروز ولا في هذه الاماكن، كانوا هما خيام تتعطاو للضحايا وكيتجمعوا الضحايا بيناتهم في كل 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 ضحيه كتبقى حدا المنازل ديالها. هذا هو الفرق بينها، ان تما كانوا الاهالي كيخافوا على الممتلكات ديالهم ولا على الاشياء ديالهم اللي داخل المنزل، وكيبقاو حتى المنازل كيوضعوا الخيام ديالهم حتى المنازل تقريبا، تيبعدوا بمسافه ديال الامان ولكن تيبقاو حتى المنازل ديالهم. في اثني شيء اخر هو ان جميع الاسر اجتمعت بشكل منظم، الاغطيه متواجده بوفره، الافريشه بوفره، المساعدات الغذائيه يتم تخزينها في بعض الخيام ويتم توزيعها بشكل متساوي بين هذه السكينه. افراد ماشي كثار في الخيمه، كنلقاو اربعه حتى خمسه افراد في الخيمه، هذا ماشي بحال كما شفنا اولا امس كاين بعض الخيام اللي فيها 13 واحد، وكاين الناس كي باقيين كيطالبوا بالخيام في امزميز او في النواحي او القرى القريبه من امزميز. هذا الشيء اللي شفنا البارح، يعني هالتنظيم. اذا سمحت حمزه، شحال تقريبا عدد السكان في هذا المخيم في اثني؟ حسب حسب شهاده ديال الناس وحسب راس السلطات المحليه تتجاوز بمصطلحاتهم. هذا هو قالوا لنا ان كاين حتى 600 كانون، والكانون هما تعتبروه في هذيك المنطقه هي الاسره. نعم. يعني حوالي 600 اسره كانت متواجده بعدد افرادها، اللي في كل اسره تتجاوز 3 افراد 4 افراد، يعني كاين عدد كبير. يعني كتقصد هذا مخيم اللي فيه 600 اسره اللي تم تجميعها في مركز اثني؟ تماما تماما، حيث تم توفير مستشفى وجميع الخدمات في هذه المنطقه. جميع الخدمات، لكن شفنا ان الخيام لا زالت لا تتوفر على كهرباء، يعني نعم. الناس باقيين كيستعملوا الشمع. نعم. ولكن المخيم هو كاين فيه كهرباء من فوق، كاين اضاءه، ولكن داخل الخيام ما كاينش كهرباء. ايضا لاول مره كنتصادفوا في جولاتنا الميدانيه مع اشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصه داخل الخيام. كيفاش كيعيشوا، كيفاش هما توقفوا الدراسه ديالهم، هادشي كامل غنشوفوه في التغطيه ديال اليوم 24 ديال هما. حاولنا نشوفوا كيفاش كيعيشوا هاد الناس، حتى هما عندهم مستلزمات، عندهم متطلبات يوميه، خصوصا انهم كيعانيوا. سمعت حمزه، شنو هي المناطق الاخرى اللي زرتوها بالامس؟ الصراحه كنا متوجهين للقريه او دوار 3 يعقوب، لكن صعوبه التضاريس وصعوبه الطريق ما خلتناش نوصلوا، بحكم ان بقينا في الطريق استمرار تساقط الاحجار والصخور، من خصوصا بعد الهزه اللي شفنا نهار ليله ولا صباح الاربعاء. هذه الهزه هذه اللي كانت شويه قويه تسببت في زيارات صخريه وصعبات الوصول الى 3 يعقوب. ايضا اجوكاك هي الطريق ديالها هي كانت الاصلاح قبل من فاجعه الزلزال، ما تيصعب، وخلينا لقينا نيت ان بعض المساعدات الغذائيه ما قدراش توصل لهاد المناطق، خصوصا السيارات العاديه اللي حمزه كتشوف في الطريق ديالكم، واش لاحظتوا ان هناك اليات تراكسات مثلا لفتح هذه الطرق المغلقه والمسدوده بسبب الحجاره؟ نعم، في مرورنا على ويردان وبوصولنا قرب وصولنا لايجوكاك لقينا اليات، لقينا على اليات اللي فتحت الطريق في ويردان، واليات اللي كتحاول تقاد الطريق في اتجاه ايجوكاك وثلاث يعقوب. ايضا لقينا تواجد كبير لعناصر الدرك الملكي في الطريق، خصوصا ان بعض المقاطع الطرقيه فهي اللي فيها اللي كما كنقولوا ذات واجهتين، كتمشي كاين بعض المقاطع الطرقيه اللي انقسمت وانهار نصف هذاك المقطع الطرقي، ما كيخلي صعوبه في مرور سيارتين، خاص غير سياره واحده اللي يقدر يتبس بعض الانزلاقات التربيه المستقبليه. حمزه، احوال الطقس كي دايره في المنطقه حاليا؟
الصراحة أمس كان ضبط وكان انخفاض درجة الحرارة، لكن اليوم الجو معتدل بدون تساقط، ما شفناش تساقطات مطرية ولا شي حاجة، ولكن كاين انخفاض بالليل في درجة الحرارة، وبالنهار كتكون الشمس لكن كاين انخفاض درجة الحرارة. نعم، بالنسبة للمساعدات الغذائية يعني كان هناك حديث كثير على طريقة توزيعها، هل شاهدتم يعني في طريقكم إلى أسني أو إلى ثلاث نعقوب شاحنات المساعدات يعني تتوجه إلى هذه المناطق؟ حقيقة اتصلنا مع ثلاث مدن، اتصلنا مع مدينة شقيق مصالح ومع مدينة طنجة ومع قوافل القادمة من هذه المدن هذا ومدينة الدار البيضاء. قافلة ديال مدينة طنجة كانت كبيرة، رموكات لم تستطع الوصول إلى القرى، وحاولوا خاصهم يجيبوا سيارات صغار ولا دي كونفيت باش ينقلوا المساعدات ديالهم. مدينة تقيم صالح كانوا جايبين دي بيكو، بالنسبة لمدينة الدار البيضاء شفنا حمزة بعض مواقع التواصل تقولوا بأن السلطات كتمنع الوصول يعني المساعدات اللي كتجي من القوافل، واش هذا صحيح؟ لا حقيقة لم نرى أي مانع، اتصلنا بالسلطات سواء ديال عمالة الحوز نفوا هذا الخبر، اللي شفنا بعيننا أن المساعدات لا زالت تصل، لا زالت تنقل بحرية، لقينا أجانب أيضا من دول خارج المغرب جايبين المساعدات كينقلوهم. استضفنا ايضا مع واحد المأوى سياحي قرب ويرغان اللي انهار بشكل كلي، مأوى سياحي كانوا فيه عدد من العاملين، واللي انهار فوق اصحابي كانوا بعض السياح اللي هربوا، وهاد السياح اللي كانوا هربوا كانوا في هذا المأوى السياحي، سافروا ورجعوا للمغرب ورجعوا لعند المأوى وجابوا لي مساعدات ومساعدات غذائيه، وهي كانت مبادرة جميلة شناها بويرغان. حمزة متقي مراسل موقع اليوم 24 من منطقة الحوز، شكرا على هذه التوضيحات وإلى موعد آخر.